أنا اليوم في وقفة احتجازية مع سكان أهل تراب الصيني، واللي ما تعرفوش عاد تاع الناس بأننا أنا ولد تراب الصيني ومن الناس. أنا اليوم نيابة عن وراثة حريفي الحاج عياسي رحمه الله اللي مساو الأملاك ديالنا. عندنا جوز ديال المحلة التجارية وجوز ديال ديور السكن اللي تعوضوا هما اليوم اللي ساكنين كارين، الله يمسك عليهم ساكن. انا كفرحان لهم، ولكن حنا كملاك لحد الساعة ما كاين حتى شي حاجة كسائر الإخوة اللي كاينة اللي دعوا في حقوق ديالهم. أنا غنوجه أسئلة. كيف كتعرفوا كان مشروع ديال الكورنيش، أنا كصاحب مقهى ديال السفينة اللي كنت ضحية وما غادي نعاود هاد الشيء دابا إن شاء الله. سأقوم بندوة صحفية لتسليط الضوء على ما يقع في كورنيش آسي وآسي كامل. هاد الواقع اللي كتعاد الشيء اللي واقع، هاد الخروقات وهاد الفضائح بالوثائق ديالهم، مستعد الإدلاء بها أمام المسؤولين الوزارة الداخلية ولا المفتشية العامة ولا الشرطة الوطنية. كاين وثائق بالملموس ماذا يقع في سميتو. الرجوع إلى كورنيش آسفي، كورنيش أموني، بالرجوع إلى كورنيش أموني. أنا بكل صراحة هذه أسئلة أوجهها للسيد المسؤول الأول على مدينة آسفي والسيد رئيس المجلس البلدي على الخروقات اللي وقعت. قالوا بانه راه كاين مشروع ديال تهيئه الكورنيش، قلنا ما كاين حتى مشكل. حنا ماشي ضد، انا بيرسونيل ماشي ضد التنميه وماشي ضد التهيئه ديال الكورنيش. السؤال اللي كنطرح دابا على السيد المسؤول على مدينه اسافي والسيد رئيس المجلس، واش علاش ريبتوا مقهى السفينه وشردتوا واحد العدد تاع العائلات؟ السؤال الاول. انا قلتوا بانه هو تهيئه الكورنيش، فإذا به تهدمت مقهى ديال السفينة وتشردوا عدد ديال العائلات ومنهم أنا وعائلتي، وتخلقوا لي مشاكل لعد ساعة كنعاني منها، وصبحت تبنات مقهى في نفس الموقع. قلتوا بأنه راه منطقة مهددة، مقهى تبنات، وقلتوا غادي تعطوا بأنه غادي بالبناء الخفيف. بالله عليكم واش هذا الشيء اللي تبنى بناء خفيف؟ أصبحنا اليوم في مقهى بسرداب لاكاف ديالها للطاج الاول والطاج الثاني، المحضر فيه 200 متر. واش هذيك القهوه اسئله وجهها الى السيد رئيس مجلس البلدي والاعضاء ديال المجلس يتحملوا مسؤوليتهم؟ واش هذيك المقهى فيها 200 متر؟ من سلم الرخص ديال التوسيعه؟ اصبحنا في 1000 متر. انا ماشي ضد هذاك السيد، ولكن ضد هذا المنكر، وبالمساعده ديال المسؤولين وحرصوا على حتى التبنات. واش جيتو كتصوبوا الكورنيش ولا كتصوبوا مقهى؟ واش هاد الناس راه كاين اللي توا عنده الامكانيه باش توا يدير مقهى؟ هنا وجه السؤال على العقده ديال هذاك المقهى، على الاسم ديال ذاك المقهى. واش هذاك الشيء قانوني ولا ماشي قانوني؟ انا ماشي ما عنديش سميتو الصلاحيه باش نقول، ولكن تنطلب بالبحث لعندي وثائق خطيره جدا. فهمتيني؟ ما تريب لي داري ومحلي وتريب لي القهوه ديالي، نقولوا القهوه والاملاك ديالنا ديال الوراثه فينا هي؟ وتعطي لواحد يتمتع في مقهى وتشهر وتحرص عليه والقهوه كتسبق الكورنيش؟ اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. انا ولا رجوع ان شاء الله غادي نرجع للموضوع بتفصيل بوثائق خطيره جدا والمسائل اللي كتمارس والفوضى اللي في هذه البلاد. حنا كنا كنسناو ممثل صاحب الجلاله اللي كان في خطابات ديالو نصره الله كيف باش يبعث الناس باش يوجدوا مشاريع لهذ البلاد ويخدموا هذ البوفريه اللي كاينين وهذا سميتو. فاذا به اصبحنا كنشردوا. انا 14 عائله ونزيد، كاين موضوع اخر اخطر من هذا. المنشاه السياحيه الوحيده اللي تتواجد في مدينه اسافي مقفله. علاش؟ ضد الحريفي. خرجوا على السياحه في المدينه عباد الله. السياح كيجوا يهربوا دير لهم بليك على برا وسميتو الصوانط ما يدخلوش ما يلعشوش الغلقه، وسديتوا عليهم المنشاه الوحيده. وسيدنا كاين هذه بالاستثمار والسياح وهذه، وهاد الناس هاد التفكير ديالهم كي داير 20 عام. حنا كنربوا السياح بالزوا الاشي يجروا عليهم في دقه واحده. هاد الناس راه ضد الاستثمار وضد هاد المدينه. اش وقع؟
هذاك المخيم ما تسدش على المسائل ديال سميتو، تسد على قبل سميت الحارفي في التعب ومحاولي سميه من مدينة اسفي، وما عرفوش بانه خرجوا على السياحة الوطنية والدولية. المدينة في طريق ما سنقول ما نقولش راسته الاستثمار، ما كاين زيرو استثمار زيرو مسارع، والمنشا الوحيد المخيم الدولي التي توازد في سميت. انا ما بغيتونيش ما تسدوش المحل، ربينا السياح تجهوا لمدينة اسفي، درتوا لهم بريك في جميع سميتو في المداخل ديال مدينة اسفي، ممنوع توقف ممنوع تنعس وفي غادي يمشي. هما السياح جاوا هنايا دابا في ليكيد تقلبوا شوف الانترنت وتشوفوا ما لقاوش فين يباتوا، حرمتوا الناس من لابيسين، حرمتوا من الكومبينغ، وسادي سياسة عباد الله. افين كان مزيد سبالة هذيك؟ افين فين التصور اللي كديروا؟ راه خربتوا البلاد.